كانت عايشة حواليها دايرة مقفولة متحملة ومكملة وماشية طول ما الحياة دي معقولة. في ناس كانت عايشة حواليها دايرة مقفولة متحملة ومكملة وماشية طول ما الحياة دي معقولة. ولا كان في يوم يخطر على حاجات كتير ما كانتش يوم عامل حسابها. مهما نكون متأكدين من نفسنا ويكون بريء حلمنا، مهما نكون متأكدين من نفسنا ويكون بريء حلمنا، تيجي الحقيقة تصدنا ويجري في دمنا. في ناس كانت عايشة حواليها دايرة مقفولة متحملة ومكملة وماشية طول ما الحياة دي معقولة. في ناس كانت عايشة حواليها دايرة مقفولة متحملة ومكملة وماشية طول ما الحياة دي معقولة. ولا كان في يوم يخطر على بالنا يجي يدق الشر بابها، ولا كان في يوم يخطر على بالنا يجي يدق الشر بابها. وتشوف معاها حاجات كتير ما كانتش يوم عاملة حسابها. احنا قدامنا فرصة كبيرة ولازم نستغلها. المهم يكون في شغل. انا عندي طلبات كتيرة، حوالي 12 طلب بعمليات نقل اعضاء. هيقدروا يدفعوا؟ طبعا، كلهم مليونيرات ويهمهم جدا صحة ولادهم. تفتكر المدة اللي هيغيب فيها شهاب هتكون كفاية؟ لو عملنا عمليتين في اليوم هنقدر نخلص حوالي 20 عملية. توماس، احنا لازم نختار الحالات اللي اهاليهم هيقدروا يدفعوا اكتر. احنا لازم نحسسهم انه في صعوبة كبيرة قوي في الحصول على الاعضاء دي، وان احنا عندنا ويتنج ليست كبيرة قوي. اللي يقدر يدفع دبل او ضعف المبلغ هنخليه اول الليستة. But of course my dear، مين قالك ان انا ما عملتش كل اللي بتقولي عليه بتفكري فيه كمان؟ يا معقولة في نيل بالجمال والحلاوة دي كلها؟ النيل ده حياة مصر يا حبيبتي، عشان كده الفراعنة كانوا بيقدسوه.
انت عارفه ان النيل ده اصل الحضارات، والمصريين طول عمرهم كانوا بيقولوا فيه اشعار، ولغايه دلوقتي بيقولوا فيه اشعار. نفسي افضل كده في حضنك على طول واتفرج على كل الجمال ده. لا ده لسه في حاجات جميله جدا هتشوفيها، بس اعملي حسابك الليله دي فيه سهره حلوه جدا. طول عمري كنت بحلم بالسعاده دي، بس عمري ما تصورت انها ممكن تتحقق. عاوز اقول لك ان انا عندي نفس الاحساس. تفتكر الاحساس ده هيدوم؟ ما دام انت جنبي يبقى هيدوم. انت من يوم ما دخلت حياتي وانا بتمنى اني افضل طول عمري جنبك. ايه رايك يا حبيبي لو نفضل سهرانين كده لحد الصبح؟ معقوله يا حبيبتي؟ احنا ما استريحناش خالص، انت لازم تستريحي شويه. يا ريت كل التعب يبقى احساس جميل كده. يا ريت يا حبيبتي، يا ريت. احساس واحد محروم ان هو يقابل بنته، ولما جت له الفرصه ان هو يقابلها بقى هيسيب الفرحه. ده ما يمنعش طبعا ان مصر كانت طول عمرها في قلبي وفي عقلي وانا مسافر بره، ويمكن ده اللي ساعدني في ان انا اجتهد في شغلي وانجح فيه. ما عندكيش فكره قد ايه انا ببقى سعيد لما الناس بتشوفني وتشاور عليا وتقول الدكتور شهاب السلموني الطبيب المصري. طبعا قابلت كتير دكاتره في المؤتمر كانوا زمايلك في الدراسه. اه كتير جدا طبعا، ما عندكيش فكره دي كنا فرحانين كلنا واحنا قاعدين بنفتكر ذكريات من كليه الطب. ايه نصايحك يا دكتور لاي دكتور نفسه يبقى في شهره دكتور شهاب السلموني؟ ان هو يهتم بشغله ويتقنه، والاتقان ده مش هيجي الا بالدراسه المستمره بالاطلاع بالصبر، ويكون هدفه دايما تخفيف الام المريض، ما يكونش هدفه جمع المال. وانا شايف ان الطبيب دايما لازم يبقى مؤمن بالله ومؤمن بمهنته، وما يكونش ابدا هدفه هو جيب المريض. عاوني يا دكتور بشكر حضرتك كتير على النصيحه الغاليه دي، وفي حضرتك علشان انا شايفه المؤتمر هيبتدي. انا متشكر جدا للتلفزيون المصري انه اتاح لي الفرصه اني اقابل الناس اللي بحبها. نشكرك على هذا اللقاء. الدكتور شهاب موجود في مصر؟ والله يا ماما انا لسه عارف من يومين بس ان في مؤتمر كبير قوي لجراحه القلب. ايه رايك يا احمد لو نعرض عليه مها؟ انا سامع انه دكتور كبير قوي كويس قوي يا بابا. دكتور كبير وكويس قوي يا بابا، ده اكبر جراح قلب في العالم. طيب قوم بقى انت بالمهمه دي يا بطل، خلي لنا ميعاد عشان ناخد اختك ونروح له. ناخد اختي ونروح له فين بس يا بابا؟ ده ملوش عياده هنا. نروح له اي حته، ان شاء الله الاوتيل اللي نازل فيه. هو ممكن يجي هنا؟ انت عايزه دكتور شهاب السلموني اشهر جراح قلب في العالم اللي جه من لندن لمصر عشان يحضر مؤتمر يجي لك البيت ويكشف عليكي؟ فيها ايه دي؟ وبعدين باين عليه انسان بسيط جدا. مجدي كلم الدكتور مسعود واساله وهات نمرته ونكلمه. حاضر يا بابا هبكلمه اساله. هو انت ما بتعمليش حاجه كويسه ابدا؟ يا بنتي ابقى ما عملكيش حاجه كويسه ليه؟ في ما بيني وبينك موقف. يلا يا مجدي قوم بقى كلم الراجل بلاش رزاله. حاضر يا بابا حاضر. كلكم بقيتوا عليا خلاص. بابا بيقولك بلاش رزاله ليه؟ كنت بتتكلموا وتقولوا ايه؟ بقول لك ايه؟ روحي نامي. كده؟ وبعدين يا صفط والراجل ده هنسيبه كده يبهدل فينا؟ اطمن يا شادي بيه مش هيقدر يعمل حاجه. لا لا يا صفط، ده ناولنا على نيه سودا، ده عينيه كانت بتطق شر وهو بيحقق معايا. تهويش، دي مجرد تهديدات. ما تنساش سيادتك ان انا بوقفه عند حده لما بس يحاول يتجاوز في اسئلته. لا لا انا مش مستريح. خلاص شوف سعادتك عايز ايه وامر اللي يريحك نعمله. نعمله؟ لا يا حبيبي، ما انت لازم انت كمان تفكر معايا، مش انت المحامي بتاعي. للاسف يا جماعه الدكتور شهاب سافر تقريبا من حوالي ساعه. ازاي الكلام ده؟ ده لسه كان في التلفزيون دلوقتي. انا اللي فهمته من البرنامج ان المؤتمر لسه شغال. دكتور مسعود قال ان المؤتمر خلص امبارح. يبقى اكيد البرنامج كان متسجل. خساره، حظي وحش قوي. لا يا حبيبتي انت حظك زي الفل، ان شاء الله نوديك الاكبر دكتور في مصر. ايوه يا بابا، بس انا كان نفسي دكتور شهاب هو اللي يشوفني. يا حبيبتي لو عاوزه نسافر له نسافر له، انا ما عنديش مانع. نسافر له؟ لا خلاص، ما انا الدكتور مسعود قال ان انا بقيت كويسه الحمد لله. افتح يا مجد. طنط حسين
فين ابوكي؟ انا هنا. تعالي يا عمتي. عمتك؟ انت عارف ان انا عمتك؟ امال ايه يا عمتي؟ لو كنت عارف ان انا عمتك وانت ابن اخويا كنت سألت عليا. ايه اللي حصل بس يا عمتي؟ اللي حصل ان جوز عمتك اتقتل، ولغايه دلوقتي مش عارفين مين اللي قتل، وسايبني كده والنار والعافيه. طب اهدي بس وروقي كده. تعالي يا طنط، تعالي يا حبيبتي. ما مؤاخذه يا ثريا، ما خلاص ما بقاش فيا دماغ من ساعه اللي حصل ده، وانا مش حاسه بروحي اذا كنت عايشه ولا ميته. تعالي يا حبيبتي اقعدي اقعدي اقعدي. ارتاحي يا حبيبتي، والله قلبي معاكي. تصدقي بالله انا كنت هاجي لك دلوقتي واقعد معاكي شويه. انا محتاجه لكم يا جماعه، محتاجه لكم تبقوا جنبي. جوزي اتقتل ومش عارفه مين اللي قتله، ولغايه دلوقتي ما حدش سائل. عملت ايه لحد دلوقتي يا احمد؟ تقدر تقولي مين القاتل؟ التحقيق شغال يا عمتي. الكلام ده بسمعه بقالي خمس ايام، خمس ايام. وبعدين وبعدين؟ يلا يا بنات يلا قوموا ذاكروا يلا. انا اذن اذنك احمد، قول لها كل اللي انت عارفه بقى. هو جوزك ده بيقول حاجه يا سوريا؟ انا كل ما اساله يقول لي التحقيق شغال. هو مش انت اللي بتحقق؟ واحد من اكفأ وكلاء النيابه عندي هو اللي ماسك قضيتك. وليه يا احمد مش انت اللي بتحقق في القضيه؟ ليه سايب واحد غريب؟ مش غريب ولا حاجه، كل حاجه بتتم تحت اشرافي، بس احنا منتظرين ان المباحث تقبض لنا على المشتبه فيهم. ومين هما بقى المشتبه فيهم؟ عمتي دي اسرار شغل ما اقدرش اقولها لك، ان شاء الله لما اوصل النتيجه هبلغك. ما هو انت لو كنت مهتم كنت خليتهم يدوروا عليهم ويجيبوهم لك، لكن انت مش مهتم. لا مهتم، بس انا كمان عندي قضيه اهم. اهم من قضيه جوز عمتك يا احمد؟ القضيه اللي انا بكلمك عنها يا عمتي دي مات فيها 20 بني ادم، غير 50 تاني موجودين في المستشفى بسبب راجل فاسد اكلهم اغذيه فاسده. عرفتي بقى اهميه القضيه اللي بكلمك عنها ايه؟ يعني ايه ما عندكيش فكره عن حصص التقويه؟ ما انا كتبت منشور ومضيته واديت الوكيله تعرضه عليكم للعلم. انا لا شفت منشور ولا مضيت على حاجه. خلاص يا ستي اديكي عرفتي، من يوم السبت ان شاء الله حصص التقويه هتبدا. بس انا مش فاضيه. يعني ايه؟ يعني جوزي بصراحه يعني قايل لي ما تشتغليش اي حاجه بعد خروجك من المدرسه. سهام ما تقوليليش انا الكلام ده، عشان انا فاهماكي كويس قوي. انت من ساعه ما بتخرجي من المدرسه لحد ما بتحطي جنبك على السرير وانت عماله تلفي على الدروس الخصوصيه. لا طبعا لا، كل ده اشاعات. انا لو بدي دروس كان بان عليا. بان عليكي؟ والعربيه اللي واقفه بره واللبس الشياكه ولا الذهب؟ والله الحاجات دي كلها جوزي هو اللي جايبها لي. جوزك؟ جوزك اللي اعرفه انه بيشتغل موظف في البنك، يعني مرتبه ما يزيدش عن 2000 جنيه، وعندك اربع اولاد ومرتبك انا عارفاه. جرايه يا مدام سرايا، انت بتعدي عليا ولا ايه؟ لا حاشا لله، اعد عليك ازاي؟ انا بس عاوزه افهمك ان انا عارفه كل حاجه. انا مش هقدر اشتغل في حصص التقويه دي، انا تعبانه. معلش اتعبي معانا كمان شويه. خلاص الاسبوع الجاي هاخد اجازه مرضيه. سهام ما تخلينيش اتخذ معاكي اجراءات مش كويسه. جرايه مدام سرايا، هو الشغل بالعافيه؟ ايوه مع اللي زيك لازم يكون بالعافيه. حرام عليكم بقى، في ايه؟ ارحموا الناس، المدارس دي اتعملت ليه؟ انت بتساليني انا؟ هو شغلي في حصص التقويه هو اللي هيحل ازمه التعليم في مصر؟ على الاقل نعمل اللي يرضي ضميرنا، نعمل اللي علينا. وبعدين انت هتشتغلي ببلاش، ما انت هتاخدي فلوس. فلوس؟ انت بتسمي دي فلوس؟ شوفي كيلو اللحمه بكام يا مدام سرايا. تعالي هنا، كنت بتعملي ايه بره؟ كنت مع البوي فريند بتاعي. مين البوي فريند ده؟
مايكل. مين مايكل؟ انت بتشتغل ايه؟ اي دونت نو. يعني ايه دونت نو؟ مش بتقول ان هو صاحبك؟ انا صاحبته وخلاص، قابلته في الديسكو. اي لايكد هيم، هيز فيري جود دانسر. يا سلام، هي دي كل مؤهلاته؟ انت ازاي تخرجي مع ناس ما تعرفيهاش؟ مش ممكن الولد ده ممكن يطلع مجرم ولا منحرف؟ اي دونت كير. يعني ايه دونت كير؟ اسمعي بقى، ما اقولك من هنا ورايح مفيش خروج مع الاوباش دول، ومفيش سهر بالليل غير يوم السبت، ومفيش سهر بعد الساعه 12 بالليل، ولازم ابقى عارف انت خارجه مع مين وفين، مفهوم؟ اهدى اهدى، الكلام ده ما بيحصلش معايا بنت. انت مش بنت واحد انجليزي، انت بنت الدكتور شهاب السلموني المصري. اه نو شهاب، ذس از انف، لحد هنا وكفايه قوي. الكلام اللي انت بتقوله ده كلام واحد متخلف. انت لازم تعرف ان انت عايش في انجلترا، في اوروبا، مش في مصر. الو جون. الو داد. تعال هنا انت كمان. كنت فين لغايه دلوقتي؟ ايه ده داد؟ انت لما بتخرج وبترجع البيت في حد بيقولك انت كنت فين؟ اخرس يا كلب. اما انك واقع حقيقي. ايه ده يا شهاب؟ ايه ده، انت اتجنن؟ ازاي تتصرف بالشكل ده؟ اوعى من وشي، انتوا عيله ما تتعاشرش. ايه ده؟ مش ممكن، مش ممكن. عجبك التصرف اللي حصل ده مام؟ I'm very sorry يا حبيبي. I'm so sorry. أنا آسفة إن أنا اتجوزت واحد زيه. حقيقي I'm sorry. مش عارفة. الحساب وصل قد إيه؟ حوالي 500,000. مش كتير؟ إحنا مقيدين بعدد العمليات اللي تمت في المستشفى في غياب جوزك. أنت قلت لي إنك هتعمل حوالي 12 عملية. في حالات صعبة ومحتاجة وقت طويل، عشان كده ما اقدرش اعمل اكتر من عملية واحدة في اليوم. ده بالاضافة ان كنت خايف الفت النظر. اوه يا شهاب، في ايه؟ في ايه؟ بتصحيني ليه من النوم؟ في ايه؟ ايه حكاية العمليات اللي بتتم وانا غايب وبتتم من ورا ظهري؟ العمليات اللي بيعملها قريبك ده اللي اسمه توماس وبيعملها في المستشفى عندي. اظن انا كشريكه معاك في المستشفى ليا حق ان انا اسمح لبعض الدكاتره يعملوا عمليات طالما بيسددوا المصاريف. انت ما بتسمحيش غير لتوماس وبس. ماله توماس؟ انت شفت عمل دخل قد ايه للمستشفى في غيابك؟ واشمعنى ما بيعملش العمليات دي غير لما اغيب ومن ورا ظهري؟ لاني عارفه كويس قوي ان انت بتكرهه ومش بتحبه، ولو كنت موجود في المستشفى هتضايقه. لازم تفهمي ان انا الدكتور المسؤول عن المستشفى دي، بصرف النظر اذا كنت حضرتك شريكه في الملكيه ولا لا. حاضر يا سيدي، من هنا ورايح لما تسافر هعمل خط ساخن بيني وبينك عشان استأذنك في كل عملية هنعملها. وبعدين انت ناسي ان انت اخدت المساعدة بتاعتك معاك اللي ما تقدرش تستغنى عنها؟ مش المفروض تبقى موجودة في المستشفى في غيابك؟ انا لديت جين اجازة عشان تحضر المؤتمر ده. ما قلتليش الكلام ده ليه؟ ليه؟ هو حضرتك اللي بتدي اجازات للدكاترة في المستشفى؟ اشمعنى اخترت جين بالذات عشان تسافر معاك؟ جين كانت هتحضر المؤتمر ده قبل ما تعرف ان انا هحضره. ما تنسيش انها عندها اعلى الدرجات العلميه في جراحه القلب، يعني همها انها تحضر المؤتمر ده، مش مسافره مصر عشان تتفسح. متشكره قوي على المعلومات دي. تسمح لي انام بقى؟ انا جبت لسيادتك صوره من التحقيق في مقتل العاصمه بالنور. طب هاي اقعد. انا وصلت لايه؟ امبارح الساعه 5:30 قبضنا على صفيناز المغربي. ده اللي كانت شقه المجني عليه؟ ايوه يا فندم، وحققت معاه واغتاب اقوال الشهود، خصوصا شهاده البواب، فاعترفت. هي اللي قتلت؟ لا يا فندم، جوزها هو اللي قتل عاصمه بالنور بعد ما ظبطها معاه في الشقه. وهي بقى اعترفت انها كانت عشيقه للمجني عليه؟ ايوه يا فندم. قبضتوا على جوزها؟ قبضنا عليه يا فندم، وبكره الساعه 10 هحقق معاه. طيب كده بقى تبقى القضيه بقت واضحه تماما، وما فضلش غير اعتراف المتهم. اظن كمان بعد كل اللي قالته مراتك صفيناز المغربي مفيش داعي للانكار، يعني من مصلحتك انك تعترف. ايوه انا اللي قتلته. قتلت مين؟ قتلت عاصمه بالنور. وقتلته ليه؟ انا كنت عارف بالعلاقه اللي بينه وبين مراتي. وبعدين؟ ولما اكتشف ان انا عارف وساكت، وده طبعا تم بالاتفاق مع صفيناز مراتي، عمل معايا صفقه انه يشتري ثمن سكوتي وانا ما ضايقهمش. يعني كان بيدفع لك فلوس؟ انا اصلي بلعب قمار وبخسر كتير ودايما محتاج فلوس. وكان بيدفع لك ازاي؟ كل ما تحتاج ولا عامل لك مرتب شهري؟ كان عامل لي مرتب. طب ليه قتلته؟ اخر مره خسرت كل اللي معايا في القمار، فرحت له وطلبت منه مبلغ كبير، فقعد يماطل فيا واداني كذا ميعاد وهددني بانه يقطع المرتب وقال لي اعلى مفخلك اركبه. حسيت ان انا بقيت زي المجنون، وحسيت ان انا بعت شرفي بتراب الفلوس.
يعني كنت عايز تبيعه غالي؟ يا فندم القمار مرض فظيع بيخليك دايما محتاج وتعمل اي حاجه عشان تجيب الفلوس. وبعدين ايه اللي حصل؟ عرفت ان مراتي رايحه له وتاكدت انها عنده فوق في الشقه، فقلت اطلع واعمله فضيحه يمكن يخاف ويدفع، لكنه رفض وطلب مني ان انا اطلق صفيناز واسيبها له، فشتمته وشتمني شتيمه قذره جدا. وبعدين؟ وفجاه حسيت انه اهاني اهانه جامده جدا وجرح كرامتي، ما درتش الا هو مرمي قدامي على الارض والسكينه اللي كانت على الترابيزه مغروزه في صدره. كذب، كل الكلام اللي بتقوله ده كذب كذب. انا لا يمكن اصدق ان عاصم كان مصاحب مرات المجرم ده وبيحبها. للاسف دي حقيقه اعترف بيها القاتل واعترفت بيها مراته كمان. لازم ضغطوا عليهم وعذبتهم عشان يقولوا الكلام ده. عذبناهم ايه يا عمتي؟ الكلام ده ما بيحصلش بالنيابه خالص. لا بيحصل، انا عارفه انه بيحصل، قريت في الروايات وشفت في الافلام ان ده بيحصل. لا لا لا، احنا في النيابه بنمشي مع الناس حسب القانون وبس. التعذيب والكلام الفارغ ده ممكن يحصل في حته تانية مش عندنا. في النيابه ما يحصلش تعذيب، مستحيل مستحيل. لا انا متاكده ان عاصم كان بيحبني انا بس، ما كانش بيحب حد غيري ولا يمكن كان يخوني ابدا. معلش بقى انت مش فاهمه، اتضح ان جوزك ده مؤاخذه يعني ما كانتش دي اول واحده، لا كان في حياته ستات كتير تانية غيرها. جبت منين الكلام ده يا احمد؟ جبته منين؟ ولما انت عارفه ما قلتليش ليه؟ ما قلتليش ليه يا احمد مخبي عليا ليه؟ هو انا مش عمتك؟ اخت ابوك يعني من لحمك ودمك، كان المفروض تيجي تكلمني وتقول لي يا عمتي خدي بالك، خدي بالك من اللي بيتعمل. لا يا عمتي انا ما كنتش اعرف عن جوزك حاجه خالص، لكن التحقيقات والشهود خلوني اعرف عنه حاجات كتيره جدا كانت مستخبيه. جوزك ده كان زير نساء كبير قوي كده. يا عاصم كده يا عاصم كده يا عاصم تعمل كل ده فيا وانا مش حاسه. اخصى عليك يا عاصم، اخصى عليك. Thank you very much. انا لما بدخل البيت بحس ان انا انسان تعيس، بدخل البيت بحس ان هو انه مش بيتي وان انسان غريب عنه. حتى لما بقعد مع مراتي ولادي بحس ان انا انسان غير مرغوب فيه. تدرك يا شهاب، انت عمرك يا اخي ما اشتكيت لي من حاجه زي دي. انا كنت فاهم دايما انك عايش مبسوط مع اولادك ومراتك. هو ده كان زمان يا فؤاد، انا يمكن كمان كنت فاكر نفسي كده، لكن يمكن كمان لان كنت بشتغل طول الوقت. وانت يعني دلوقتي ما بتشتغلش طول الوقت؟ ايوه بس شغلي مش واخد تفكيري كله، ويمكن كمان لان الولاد كانوا صغيرين ما كنتش متصور انهم لما يكبروا هيبقوا بالشكل ده. تعرف يا شهاب انت مشكلتك انك ما زلت عايش بعقليه الراجل الشرقي. يا اخي احنا في مجتمع له عادات وتقاليد وقيم مختلفه تماما. صدقني اللي بيعملوه ولادك الشباب اللي عايش هنا بيعملوه اكتر منه شويه. انا مقتنع بكلامك، لكن انا ما كنتش متصور هيجي اليوم ابني يقول لي انت مالكش دعوه اخرج ولا ادخل زي ما انا عايز، مالكش كمان انك انت تسالني في اي حاجه، وبنتي ترجع الساعة 2 الصبح سكرانة مع واحد غريب ما تعرفش عنه أي حاجة. طبعا لما واجهتها قالت لك This is my life، حريتي الشخصية حياتي وأنا حرة فيها. أدي مأساة ده شهاب، مأساة الناس كلها اللي زينا اللي سابت بلادها وجت تعيش في بلاد غريبة ليها عادات وتقاليد وقيم مختلفة. بدل ما يتأقلموا على القيم دي عايزين يعيشوا بنفس القيم اللي كانوا عايشين بيها. أنت إيه يا أخي؟ نسيت المثل اللي بيقول When you are in Rome, do as the Romans do. لما تعيش في بلد تعيش زي اهلها. انا مقتنع بكل اللي انت بتقوله، لكن بصراحه بقى مش قادر انفذه. ده غير ان ربنا ابتلاني بقريبها ده اللي اسمه توماس. توماس مش ده الدكتور اللي كان عايز يتجوزها وانت خدتها منه؟ ما انا ما كنتش اعرف مدى العلاقه العاطفيه اللي بينهم وان هو عرض عليها الجواز. الكلام ده كله عرفته بعد ما اتعرفت على مارجت وحبينا بعض. هي اللي قالت لي موضوع توماس، وانا في الحقيقه سبت لها حريه الاختيار. انا عارف كل اللي بتقوله يا شهاب، لكن ايه اللي عمله توماس عشان يضايقك دلوقتي؟ زي ما يكون بيحملني نتيجه فشل. ذنبي ايه ان مارجريت سابته وحبتني انا وجوزتني؟ ذنبي ايه ان انا نجحت وتفوقت عليه؟ اهو كل اللي بتقوله ده شهاب يسبب عدوانيه بينك وبينه. انت مش حاسس انه منافس ليك، لكن هو حاسس بالفشل، حاسس انك بتحاربه في الحب والجواز والشغل كمان. انت ما تتصورش البني ادم ده نفسه يدمر العلاقه اللي بيني وبين مارجريت قد ايه. ويظهر انه نجح، ان مراتي اتغيرت خالص. طب انت ما حاولتش تبعده عن بيتك يا شهاب؟ حاولت كتير وده كان بيسبب مشاكل بيني وبينها.
ما تتصورش هي بتدافع عن كل تصرفاته ازاي، وبتتضايق لما انا اقول اي كلمه وحشه عنه، لدرجه ان انا شكيت ان في حاجه بينهم. لا دمب يسيل يا شهاب، شيل الافكار دي من دماغك تماما. ايه اللي بتقوله ده يا راجل؟ انت ناسي انك اتجوزت مارجريت بعد قصه حب بينك وبينها، وكان قدامها توماس ده وكان ممكن تتجوزه؟ ما تبقاش عطيل يا شهاب، لانك لو عملت كده هتسبب مشاكل كبيره جدا في بيتك. خير يا دكتور؟ ابدا، حالتها النفسيه تعبانه شويه. طبعا يا احمد، من اللي شافته ما انت عارف كانت بتحبه قد ايه. عموما انا اديتها حقنه مهدئه هتخليها تنام شويه، بس يا ريت ما تسيبوهاش لانها محتاجه الراحه والرعايه. شكرين يا دكتور. شكرا. مع السلامه. السلام عليكم. مع السلامه. حسن وصل الدكتور. انت فين يا احمد؟ ما تسيبونيش يا احمد، انا محتاجه لكم. ما احنا جنبك اهو يا طنط. عايزاكوا جنبي على طول على طول. يا ريت يا طنط شقتنا كانت كبيره كنت جيتي عشتي معانا. اخص عليك يا زرها، كلام ايه اللي انت بتقوليه ده؟ حد يسيب القصر الكبير ده ويروح يقعد في شقه؟ انا عايزاكم كلكم تيجوا تقعدوا، البيت يكفينا كلنا. ابعتوا يلا جيبوا الولاد وخليهم يجوا يقعدوا هنا. معقوله يا عمتي بالبساطه دي؟ احمد انا محتاجه لكم يا احمد، مش عايزاكم تسيبوني. افرض جرالي اللي جرالي ده، مين هيكون جنبي؟ تليفون صغير يا عمتي وهتلاقينا كلنا جنبك. طب خليك انت يا زرية. الله، والبيت وطلباته والاولاد وطلباتك انت كمان يا احمد. البنات كبروا يا احمد، ممكن يخدموك. وسيب زرية. طنط يا حبيبتي ان شاء الله انت هتقومي وهتبقي زي الفل. انا عاوزاكي تشغلي نفسك، ما تفكريش في اللي حصل، عشان دي اراده ربنا، احنا ملناش في نفسنا حاجه. يا طنط خلي بالك من نفسك، ما حدش هينفعك. طب انا ليه عندك طلب يا زرية؟ أموري يا حبيبتي. ممكن تخلي سهى تيجي تعيش معايا هنا يا زرية؟ انا عايشه لوحدي ومش قادره. طيب يا عمتي انا اسال سهى، لو وافقت انا ما عنديش مانع. مش معنى اخترتي سهى اللي تعيش معاك يا طنط. سهى اللي اقدر عليها، لكن ما مرويه زي احمد. الله يسامحك يا عمتي، انا برضو بالراوي ده، انا بخاف عليكي من نسمه الهوى. لا انت بالراوي، فاكر زمان انت كنت عايش معايا وانت صغير وسبتني وجيت على ابوك ما رضيتش تقعد معايا. ما تقلبيش المواجع يا عمتي، زي ما قلت لك انا هسال سهى، لو وافقت ماشي، لكن لو ما وافقتش ارجوكي ما تزعليش منها. يا رب يا رب توافقي يا سهى. طبعا موافقه. ده ايه النداله دي؟ على طول كده ضحيتي بينا وبعتي القضيه؟ بس لازم تعرفي يا سهى ان عيشتك عند عمتك هتختلف كتير عن عيشتك معانا هنا. ايوه طبعا هتكون احسن. احسن؟ احسن ليه يا دكتور؟ هو انت ناقصك حاجه؟ والله يا بابا من ناحيه ناقصني، فانا ناقصني 3 حاجات: عياده وعربيه وعروسه. طب ايه رايك انت بقى تروح تقعد عند عمتي بدل سهى وهي تجيب لك كل نفسك فيه؟ طب وليه؟ ما بعد ما يتخرج هو يحقق ال3 عين بتوعه دول. يا سلام، بسهوله كده يا ماما. لازم على راي مها يبقى جنبي واحده كده زي طنط احسان. نصيحتي ليك بقى يا دكتور، ومش بس ليك انت لوحدك، ليك انت واخواتك، اوعى تبص لفلوس غيرك، حاول تجتهد وتكون نفسك بنفسك. الرضا بالمقسوم عباده يا ابني، وانت لازم ترضى باللي قسمه لك ربنا. اهو انا طالعه كده بالظبط يا بابا. لما انت طالعه كده بالظبط يا بابا، متجننه ليه من ساعه ما عرفتي ان انت رايحه تقعدي عند طنط احسان؟ انا رايحه اعيش معاها علشان هي اللي طلبت كده، وانا بحبها قوي قوي، وبصراحه كمان هي صعبانه عليا قوي بعد اللي حصل لها ده. بس لازم تعرفي ان عمتي احسان ليها ظروف خاصه ومش طبيعيه. مش طبيعية ازاي يعني يا بابا؟ يعني تقدري تقولي عليها خلل كده. وبعدين عيب تقولي الكلام ده. عمتي احسان شخصية عصبية جدا، وتحب لما تقول حاجة تتنفذ فورا، وما تحبش حد يعارضها، زائد ان حالتها النفسية مش مستقرة بعد اللي حصل، يعني لازم تظبطي نفسك وتستحمليها. بتهيألي يا بابا سهى بعد ما سمعت الكلام ده ممكن تغير رأيها. مين قالك كده؟ انا على فكرة عارفة كل اللي بابا قاله، عشان كده انا عايزه اعيش معاها. انا عملت اللي عليا ونصحتك، بس دلوقتي يا بابا انا محتاجه فلوس عشان اشترك في بعض الكورسات مع زمايلي. اخد من طنط احسان؟ اوعي إيه تعملي كده، اللي انت عاوزاه اطلبيه مني وانا اديهولك. الله جرايه يا بابا، هي مش راح تعيش عند طنط احسان، يبقى هي اللي تصرف عليها ونخلص منها. ده رايك يا دكتور؟ يعني انت لو عندك بنت ترضى ان حد غريب يصرف على تعليمها؟ يا حبيبتي ما تتصوريش انا فرحانه قد ايه انك انت هتيجي تعيشي معايا.
وانا بحبك قوي يا عمته، واول ما بابا قال لي انا وافقت على طول. يا حبيبتي شوفي بقى، من هنا ورايح اي حاجه نفسك فيها، اي حاجه عايزاها تطلبيها مني على طول، انا زي ماما بالظبط. وما فيش بنت بتتكسف من مامتها، مش كده؟ كده يا طنط. وكمان بحب اللي تعيش معايا تسمع كلامي على طول، يعني لو طلبت منها اي حاجه تنفذها من غير ما تناقشني ولا توجع دماغي. اطمني اطمني خالص يا عمته. طب قولي لي بقى، شنطتك الحلوه دي فيها كام فلوس؟ يعني طبعا فلوس. 100 جنيه. 100 جنيه بس؟ وانا لو احتجت فلوس بابا هيديني. لا يا حبيبتي، من هنا ورايح ولا تسألي ماما ولا تسألي بابا، احنا اتفقنا ان انا الماما والبابا هنا، كل اللي تعوزيه تطلبيه مني، ومن هنا ورايح مش هيبقى في شنطتك اقل من 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ مبسوطة؟ مبسوطة قوي، بحبك قوي يا عمته. قولي يا استاذ خليل، انت ليه مش عاوز تستلم جدول حصص التقوية؟ انا ظروفي صعبة يا مدام سرية. ظروفك صعبة ايه؟ ما انت واقف قدامي زي الفل بسم الله ما شاء الله. لا لا، انا صحيت على قدي، انا عامل عملية في القلب مكلفاني 30,000 جنيه. لا طبعا، هو المجهود اللي حضرتك بتعمله يا استاذ خليل. مجهود ايه يا مدام سرية؟ يعني بلاش اجي مدرسة واطلع معاش؟ لا، بلاش تدي دروس خصوصية ليل ويا نهار. دروس؟ دروس ايه اللي انا بديها دي يا مدام سرية؟ انا بطلع من هنا على بيتي وما اخرجش منه غير تاني يوم. طبعا، ما انت هتخرج منه ازاي اذا كنت عامل البيت مدرسه للدروس الخصوصيه؟ لا لا لا، الكلام ده مش صحيح. وبعدين مين اللي قال لحضرتك ان انا بدي دروس خصوصيه؟ حد الله بينه وبينها. حد الله ايه بس يا راجل، انا عارفه كل التلميذات اللي بيروحوا ياخدوا عندك دروس خصوصيه. تحب اقول لك اسمائهم واحده واحده وبتاخد منهم كام في الحصه؟ لا دي مؤامره بقى. يعني انا بتهمك اتهام غير صحيح؟ اسمع يا استاذ خالد، انا ست مسؤوله عن المدرسه دي بما فيها ومن فيها، من مدرسين لمدرسات بعرف عنهم كل حاجة. تحب أقول لك أنت اتجوزت مين على مراتك؟ لا لا، أبوس إيدك، إيه اللي الموضوع ده؟ عشان تعرف إن أنا عارفة كل حاجة. حضرتك سرك بادع. شوف بقى يا أستاذ، أنت هتروح تستلم حضرتك جدول الحصص ونبدأ بقى نشتغل. أيوة بس الحصص دي بتبتدي الساعة كام؟ هي هتبقى بعد اليوم الدراسي بنص ساعة تاني. ممكن آخد حصة أو حصتين في الأسبوع؟ لا يا أستاذ خليل، حضرتك هتنفذ الجدول اللي احنا عاملينه كله بحذافيره. ولا تحب أشرك مراتك الأولانية في الموضوع وأقول لها عن التلميذة اللي بتيجي تاخد درس في بيتها؟ ومامتها تبقى مراتك. ها؟ أنت فحصت كام شحنة لشركة شادي العزبي؟ 4 شحنات سعادتك. الأربعة كانوا سلام؟ أيوة سعادتك، كانت كلها سليمة. طب ليه انت ما فحصتش الشحنه الاخيره؟ لا ما هو سعادتك انا كنت تعبان واخد اجازه مرضيه وقاعد في البيت. وعلى اي اساس بتفرج عن الشحنه؟ على اساس تاريخ الصلاحيه وتحليل العينات. ومين اللي بيحدد العينات؟ لا هو سعادتك انا باخد عينات عشوائيه. يعني في جزء من الشحنه ممكن يكون فاسد. ما هو سعادتك ما نقدرش ناخد من كل صندوق عينه ونحللها، والا هنقعد مده طويله والشحنه كلها ممكن تتعرض للتلف. ده بالإضافة إلى أن تكلفة التخزين على صاحب الشحنة. تعرف شادي العزبي؟ لا سعادتك أنا ما أعرفوش وماليش علاقة بيه، بس الحقيقة أنا أعرفه اسما بس، وده بحكم وظيفتي، لكن لا عمري شفته شخصيا ولا تعاملت معاه. يعني عمرك ما زرته في مكتبه؟ هو حزوره ليه بس يا فندم؟ يعني علشان تقدم له التقرير أو شهادة الإفراج؟ لا ما هو سعادتك الأوراق دي في موظف بيجي من عندهم من الشركة هو اللي بيستلمها. طب ما قولك في ان موظفي شركة شادي شافوك وانت بتتردد على مكتبه؟ لا يا فندم دول كدابين. طب ما قولك في تحريات الرقابة الإدارية اللي بتقول انك تمتلك سيارة حديثة فاخرة تمنها 250,000 جنيه، وانك مدخل ولادك الثلاثة مدارس خاصة بتدفع لهم في السنة مش اقل من 60,000 جنيه، وتقرير البنك المركزي بيقول انك وضعت في حسابك البنكي الشهر اللي فات بس 270,000 جنيه. ايه معقول كل اللي عندك ده من مرتبك اللي ما يوصلش 700 جنيه في الشهر؟ ما هو يا فندم مراتي ورثت ثروه كبيره عن طريق المرحوم والدها، واعتقد يا فندم ان فلوس مراتي هي فلوسي. وموظف الرقابه على الاغذيه ده
اعترف انه كان بياخد رشوه؟ لا طبعا يا فندم ما اعترفش، ومصر ان الفلوس الكتير اللي عنده دي فلوس مراته، لان مراته ورثت ثروه كبيره عن ابوها. احمد انت اتحريت عن المعلومات دي؟ انا اتحريت عنه وعن كل اموره، ناقص بس ان احنا نتاكد ان فعلا مراته ورثت ثروه كبيره عن ابوها، لان لو ما كانش كده يبقى فعلا مرتشي، وجوده في وظيفته في منتهى الخطوره. والموظف الثاني اللي راقب الشحنه وقال انها فاسده وتغير تقريره المعملي، حالته الماديه ايه؟ لا طمن سعاده المحامي العام، حالته زي حالتنا كده. يخرب عقلك يا احمد، يعني لازم تفكرني يا بس الحمد لله يعني ربنا يديم الستر علينا. يا رب يديمه يا رب. بس على فكره يا فندم، الناس اللي بتعينوا في الوظائف الحساسه دي لازم يتحرى عنهم بمنتهى الدقه. ايوه يا احمد، ما هم في الاول بيبقوا كويسين وضميرهم حيه، بعد كده قدام ضغوط الحياه واغراءات الماده بيتحولوا لناس تانية خالص. يعني هل ممكن يا فندم الانسان اللي ضميره صاحي ضميره يموت بعد شويه؟ لا يا حازم، لا يا حازم، انت ليه عملت كده؟ ليه عملت كده؟ ليه كده يا خاين يا غدار؟ هو انا كنت عملت لك ايه؟ ليه؟ آه. 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 الندل الخاين الجبان، انت عارفه انا نفسي اعمل ايه دلوقتي؟ نفسي الم كل الرجاله الخاينه واحرقهم زي ما حرقت عاصم. ايوه احرقهم. ايه رايك؟ انا كده بقيت حلوه؟ انت طول عمرك حلوه يا عمتو، بس حاسه ان النهارده بقيت احلى احلى، مش كده؟ انا عايزاكي تبقي زيي، عايزاكي تلبسي وتتشيكي وتبقي اجمل بنت، عايزه كل الرجاله يشوفوك يتهبلوا عليك يحبوك، بس انتي اوعي تهبليهم، اوعي تعبريهم، فاهمه؟ الرجاله كلهم خاينين، كلهم خاينين بصراحه. بقى يا مهمو انا زعلانه منك خالص، وانا اللي كنت فرحانه وبقول انا ومها خلاص بقينا صحاب، شكلك كده مش عايزه تعرفيني. لا ابدا والله، كان غصب عني اني ما قدرتش احضر عيد ميلادك. ليه يعني؟ كان وراكي ايه؟ ابدا، عمته اصلا كانت تعبانه شويه وانا كان لازم اقعد جنبها. سلامتك، الف سلامه. الله يسلمك. عموما بقى لازم نصلح الغلطه دي، انا عامله يوم الخميس اللي جاي بارتي صغير كده على الضيق، مش عازمه فيه غير صحابي الانتيمو بس يا ماما، وانتي طبعا اولهم. اوعي بقى تعملي زي المره اللي فاتت تقولي لي انا جايه وما تجيش، ولا تقولي لي لا مش هقدر اجي. اوعي. لا ان شاء الله ربنا يسهل. ان شاء الله يا حبيبتي تنوري. كنت عايزه اقول لك حاجه كده يا ماما، انا مش عارفه ليه باباكي شدد على بابا كده اليومين دول. ازاي يعني؟ مش فاهمه. يعني مصعب عليه المسائل
التحقيق بتاعه صعب قوي قوي، وبيتهموا بتهم بابايا ما عملهاش، وبابايا فعلا ما عملهاش يا ماما. بصراحة بابا ما بيخلطش بين مسائل الشغل والمسائل الشخصية. هو انتي ما قلتلوش ان احنا اصحاب؟ يا حياة مهما في